مشاهدينا ومشاهدي اليوم السابع، اهلا وسهلا بكم وبث مباشر جديد من داخل منزل احد صناع او صنايعية الجلابية البلدي، والتي تتميز بالذوق العالي في والتي يعني يحرص عدد كبير من المواطنين على ارتدائها خاصة في هذه الفترة، ويعمل في هذا المجال منذ 35 عاما، ويتردد عليه عدد كبير من مشايخ وقراء القرآن الكريم بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة. هيحكي لنا بالظبط سر المهنة دي وازاي اتعلمها وازاي بيصنع الجلابية البلدي يعني، والخامات المستخدمة ايه. اهلا بيك حاج ابراهيم عليهم السابع، ألف مرحبا يا أستاذ مصطفى، شرفتونا ونورتونا. ربنا يخليك يا رب. عرفنا بقى بحضرتك أنا واحكي لنا يعني بالك قد ايه في المجال ده، ومين علمك، وبتصنع الجلابية قد ايه، وبتصنعها ازاي. بفضل من الله بقالي 35 سنة أو أكتر من 35 سنة في المهنة، من وأنا لسه طفل صغير. تمام، فالحمد لله ربنا أكرمني وتعلمت هنا في البلد عند ناس كتير. كل البلد عندنا هنا الاستوات الكبار دولت على دماغي، واعتبر انا متعلم عندهم كلهم، ومش عاوز اذكر واحد واسيب التاني، لكن كلهم على دماغي. وكملت اعلامي برضه في طنطا في مدحي بيش البحريه، برضه على دماغي، الله يرحم اللي توفوا من الناس اللي هم علموني. ولكن الاستوات اللي هي موجوده في البلد عندي دلوقتي كلهم على دماغي واحسن مني، وانا بتعلم منهم لغايه دلوقتي. طب احكي لنا بقى يا حاج ابراهيم، يعني اتعلمتها ازاي، ويعني خدت فتره قد ايه على ما اتعلمتها، واحكي لنا بقى يعني ازاي بتصنع الجلابيه البلدي عشان تخرج في الشكل اللي هو الشكل اللي هو بيلفت الانتباه، ان هو يعني اللي لبسها يبقى بشكل ملفت قدام الناس يعني. اولا هي جلابيه ذوقها عالي، وما يلبسهاش الا راجل يكون ذوقه عالي، مش اي حد يلبس الجلابيه البلد، لان هي يعتبر اشهر من اي حاجه واغلى من اي بدله واللطقم اللي انتوا بتشوفوها حضراتكم ديت. الجلابيه البلدي فيها حاجات مبالغ جامده جدا، ومش اي حد يلبس الجلابيه البلدي. العمد والمشاهير والمشايخ والعائلات والاصحاب العائلات والكلام ده هم اللي بيلبسوا ويرتدوا دلوقتي، وهي موضه دلوقتي، الناس عرفوا قيمتها بقت موضة، ومش أي حد يدور، ودلوقتي بيدوروا على الترز البلدي ده وبقى نادر. كل خطوة تلاقي ترزة فرنجي، لكن الترز البلدي ده عملة نادرة. والحمد لله بلدنا، الحمد لله القرية بتاعنا كلها فضل من الله علينا يا رب، الحمد لله. طب ايه بقى اللي يميز الترز البلدي عن الترز الافرنجي؟ الترز الافرنجي ده عبارة عن مكنة، سواق مكنة بس، انما الترز البلدي ده بيفسر الجلابيه، ابره غرزه 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 غرزه، لو فيها سنت بتفرق. ازاي الجلابيه انا واقف معاك تروح شمال ويمين والكلام ده، والجلابيه تبقى موزونه على الزبون، وبعدين ما هيش جلابيه ما تكلفش شويه عشان تبقى اي كلام. طيب قول لي بقى يا عبد ابراهيم، يعني الجلابيه مثلا تاخد منك وقت قد ايه لما تصنعها وتخليها في شكلها النهائي يعني؟ على حسب، يعني في جلابيه مثلا تخلص في يومين، في جلابية مثلا تاخد في 3 4 أيام، في جلابية تخلص، لأن هي بتبقى مراحل. أنا مش همسك الجلابية أقصها أنبتها مثلا دلوقتي، لا، أنت بتبقى بتروح الكفافة وترجع من الكفافة عند بتاع الإيطان، وبعدين معاك صنايعية وزمايلك. الحمد لله ما فيش صنايع عندنا، إحنا كلنا زمايل، اللي بيشتغل معاك أو اللي بيشتغل عندك كلنا زمايل بنكمل بعض. والمعلم مننا ما هوش معلم إلا إلا بالصنايعية بتوعه، مش إن أنا بقى مشهور، لا، أنا لو ما فيش صنايعي أنا ما ينفعش، ما يبقاش إبراهيم المسلوق. لو ما عنديش صنايعية ما بقاش ابراهيم المسلوق. طب انت بتقص الجلابيه في قد ايه بقى، وبالنسبه بقى للخياطه بتاعتها، يعني شايفين في قطن هنا في الجلابيه انت لابسها وبتاع، انت بتخيطه يدوي ولا بتخيطه ازاي ولا؟ ايوه، دي الجلابيه اللي عليها دي جلابيه فرد قطن واحد، في جلابيه كلفه دورين، في جلابيه مثلا بشليك، في جلابيه جرايد قطن، الكلام ده. قول لي بقى يا عم ابراهيم، احكي لنا بقى يعني عرفنا ايه انواع الجلابيه البلدي، وايه الفرق بينها بين العاديه والجلاليب السوداني والاسكندراني والكلام ده كله، يعني ايه اللي بيميز البلدي عن الانواع التانيه دي؟ الجلابيه البلدي بلدي دورين قطن، عاوزني هفرجك حضرتك دلوقتي السوداني، وهفرجك الدورين، وهفرجك الحاجات ديت. وفي تفصيله طالعه الحمد لله طالعه جديده اسمها عربي، تفصيله جدله بعملها انا كده من فوق، كلها قرون في القطن وسد يعني الحاجات الناس اللي هي عايزه تلبس البلدي بطعم الافرنجي، انا بعمله يدا وكل ده، وبطعم الحاجات ديت كده بمزاج، ويبقى شكلها شيك شبابي وحلو وكل حاجه. والاسكندراني ده عباره عن ايه بالظبط؟ الاسكندراني بتبقى جلابيه بلدي ولها نص الياقه وبتتزرر بس. الجلابيه العربي بقى الحمد لله انا مستحدثها السنه دي ان شاء الله، فضل من الله عليا بتوفيق من الله عليا، عاملها نص الياقه وجدله من الصدر،
وضفيرة في النص اللي هي بتدي منظر حلو، وبتبقى مجسمة على الزبون، الشباب يلبسها واللي غاوي البلدي يلبسها، وبتبقى جميلة ومنطالة ومطلوبة. طيب قول لي بقى القماش اللي بتستخدمه ايه؟ يعني هل الزبون بيجي لك عاوز عندك قماش بتديله منه، ولا هو بيجيب قماش معاه، ولا لا انا ما عنديش قماش، انا بطبيعتي ما عنديش قماش، انا بجيب قماش كماليات. بتصنع من الصوف، ولا بتصنع من ايه بالظبط؟ الجلابيه البلدي بتصنعها من ايه؟ ايوه طبعا الصوف. طبعا، في الشركات التانية مش عاوز اذكر اسمها، لان انا اذكر المحلة وليا الشرف لاني بلدي، انما اذكر اي اسم تاني يبقى انا بعمل له دعاية، لكن انا ايه المحلة اللي ما يلبسش من قماش المحلة ما يلبسش صوف. اغلى نوع صوف بقى الصوف ايه؟ شوف اغلى ومش اغلى، دي منظرة كدابة، واحد حاطط في دماغه انه عاوز يجيب جلابيه ب 10,000 جنيه، هي ديت بتبقى ايه امكانيات زبون، تمام. لكن كل ده منظره. طب الجلايه بتاخد كام متر قماش عم راي؟ المعتاد 3 3 وربع، المعتاد 3 3 وربع. اما يجي راجل بقى يعني ايه، ربنا يبارك في عمره بقى وصحته ملان وطويل وعاوز يكون واسع 45 سم، في عندنا ناس بتوع البحيره بنعمل لهم يكون 45 سم و40 سم، ده بياخد 3.5. تمام. طيب الاسعار القماش بقى ايه بقى؟ يعني بيبدأ من كام ولحد كام؟ اسعار القماش دي تبع جيبك انت، يعني تقريبا بيبدأ من كام لحد كام؟ يعني يعني السعر متناول كام، واغلى سعر كام في السعر بتاع القماش ده؟ السعر ده ما اقولكش، يعني مثلا القماشه ايه المعتاده الحلوه المعقوله من 150 جنيه المتر، ولكن في بقى حاجات الهلد والانجليزي والكلام ده حاجات اسعار تانية، السلكات والحاجات دي، لكن في اسعار عاليه. اما يجي لك مثلا قماشه من السعوديه مثلا، جاب متر مثلا بثلاث، جاي الحته ب 1000 ريال، اما تيجي تحسبها هنا يعني 5,000 جنيه مصري، ولكن هي حاطط في دماغه ان جاب اللي هو مستورد. خلاص يا عم، وانا ليا اجرتي، جابها بمليون جنيه انا هاخد 5 قروش، جابها ب 5 قروش انا هاخد ال 5 قروش، ما ليش انا فيه. طب يعني لو مثلا واحد عاوز يعمل جلابيه وعبايه، يعني انت برضه عارف انك بتصنع عبايات اللي هي اللي بتلبس فوق الجلاليب دي. ده انا عندي جميع انواع العبيان الحمد لله، وافرجك على عبيان عندنا يعني بسم الله ما شاء الله مستويات عالية، يعني بعد اذن حضرتك كده اوريك العبيان عندنا، عبيان ما شاء الله ديكورات عالية. دي بقى عشان يعني تاخد كام متر قماش بقى يا عم دي ابراهيم؟ 3 متر، 3 متر. شايفين الشريط عليها وبتاع ديت ادي عبايه، ادي 3 متر، ادي عبايه. بتاخد منك وقت قد ايه لما تصنع بقى العبايه ديت؟ العبايه ديت ممكن 3 ايام. وشايفين اللي هو اللي على ده قطان صح؟ ده قطان موال تاني، فده ده ضفيره وجدله ونظام ومفتوله وشريط من جوه وكل ده يدوي، والصناعية بتوع ربنا يبارك لي فيهم هم اللي بيعملوا الحاجات دي. انا بس افسر وانبه واخد مقاسات، لكن زمايلي الصنايعيه هم اللي بيشتغلوا معايا، ناس شغاله في البيوت وربنا يصلح حالها. توفيق ان شاء الله يا عم ابراهيم. الله يبارك لك يا استاذ مصطفى، وشرفتونا ونورتونا، ونشكر اليوم السابع والله القناه المحترمه دي والله. حبيبي قول لنا بقى يا عم ابراهيم، انت بتعمل ايه دلوقتي في الجلابيه؟ يعني دي المرحله ايه بالظبط؟ ديت انا بركب الاطان على المكنه بتاع الديل واسركها وتروح للكفافه بتوع الكفافه الجماعه الحريه، بيكففوها الطوالع ديت اللي هي زي دي كده، بتتكفف وترجع تاني تكون ديت من تحت الباط بقى كده اتكففت، اركب انا الاطان بقى على الايد، وبيبقى ديت هيبقى لها اطان جلابيه كلفه كامله، جرايد من تحت الباط ودورين اطان وبشليك والكلام ده. فانا من النوع اللي انا اطلع جلابيتي اطلعها مجهزه وتجين يبقى نص تعبها راح، انما احط كل وكله يرزق من فضل الله. كلمنا بقى يا عم ابراهيم، المرحله دي ايه؟ انهي مرحله بالظبط في الجلابيه يعني؟ وانت شايفك بتشتغل ما شاء الله بالابره وبسرعه والكلام ده كله. الجلابيه ديت بقول لك من تحت الباط، انا بقى كده بقفلها من تحت الباط باطان، لان الجلابيه دي كلفه ومكلفه غالي، فهتبقى من تحت الباط قطان زي الدورون بالظبط فوق. فاحنا بنشتغلها كده على اساس ايه، ديت بسددها هي كده سايبه اهي، وبقفلها انا على ايدي بالقطان تدي المنظر ده.
تمام. المنظر ده كده، يبقى من اول هنا لغايه هنا، من اول الفتحه لغايه الكم. طب انت بقى يعني ليك قاعده معينه بتقعد بيها و... القعده بسم الله ما شاء الله قعدتنا اهي، قعدت صح اشتغلت صح. انا شايف قاعد حتى رجل على رجل وبتاع وانت قاعد و... انزل شغل ومزاج عنب. ما بتتعبش وانت قاعد؟ انت قاعد فتره طويله على ظهرك وانت على الارض كده وانت قايم ظهرك كده. شوف صلى على النبي، ربنا بيدي الصحه على قد التعب، وبيدي النظر على قد الاجل، فاحنا الحمد لله ربنا كرمنا وشغالين وربنا عنا وقوينا وبنشتغل وربنا يعيننا، لا تعب في الظهر ولا الكلام ده، كل ده انشغالات في الفاضي. طب قول لي بقى يا عم ابراهيم، الادوات اللي انت بتستخدمها ايه يعني في التصنيع بقى؟ يعني ايه الابره؟ فين ابره وخيط ومقص وايه تاني و... الابره والشغال اللي هو الكستبان والخيط والشمع. الشمع عشان ايه بقى؟ الشمع ديت عشان تلين الفتله، ما تبقاش الفتله ايه نعم. لما تيجي تشتغل في الفتله كده ما تقطعش منها. بس والابره هيت والشغال على اساس ده عشان يزوق الابره، وده مشبك عشان انت يشد وراك يمسك عليك يعني. هي دي الفكره بتاعها. حد من ولادك بقى بيشتغل معاك في المجال ده؟ ايوه معايا فتحت، شربت الصنعه يعني. ايوه لسه داخل فيها فوق فتره بس ان شاء الله يعني. شايف ان المهنه دي انقرضت يا عم ابراهيم؟ المهنه دي انقرضت وزبنها قطع. بمعنى؟ لان هي علمها اقوى اكتر من الطب والهندسه، مش كلام مش مبالغ فيه. اللي يتعلمها ياخد وقت قد ايه لما يتعلمها؟ اللي يتعلمها من 10 ل 15 سنه يبدا يتعلم فيه، يبدا يتعلم فيه ويبقى نص على، انما اي مهنه تانية سنه واتنين يبقى اقول لك تبقى له 3 4 سنين، لكن المهنه بتاعنا ديت لا. شايف ان في اقبال على الجلابيه البلدي؟ طبعا 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 يا استاذ مصطفى جامد، والصنايع بتاعها بقول لك بيقل وزبونها بيكتر، زبونها بيكتر جامد الحمد لله يا رب، ربنا كرمنا فيها احلى كرم والله. ربنا يوفقك يا رب ويوسع عليك. الحمد لله استاذ مصطفى وشرفتونا ونورتونا والله العظيم حبيبي. تسلم، شكرا، الله يخليك يا حبيبي.